السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أغلق المهاجم أمين غويري آخر فصل من مغامرته مع فئات المنتخب الفرنسي تمهيدا لتمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري، وأنهى لاعب نادي ران الفرنسي أمين غويري إجراءات تغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية في آخر خطوة كانت تفصله عن اللعب مع المنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات. وبحسب عدة مواقع موثوقة، فإن الفيفا منحت الضوء الأخضر للاعب أمين غويري من أجل الالتحاق بكاتبة الخضر. واستنادا لما أكده الحساب السالي في ذكره، فإن مهاجم المنتخب الفرنسي للشباب سابقا بات تحت تصرف الناخب الوطني جمال بلماضي انتظار توجيه دعوة رسمية له قريبا. ومن المرجح أن يبصم غويري على ظهوره الأول مع الخضر خلال تربص شهر سبتمبر المقبل حسب غالبية التسريبات. وسيكون صاحب 23 عاما إضافة قوية لهجوم المنتخب الوطني حسب ما يراه مختصون، وسيمنح حلولا فعالة للمدرب الوطني جمال بلماضي الذي يواصل طورة تغييراته الجذرية في صفوف كتيبة الخضر. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.